مساء الخير عليكم، مساء الخير على أحلى متابعين. أهلا بكم في قناتي، قناة ماما سوسو. بصوا بقى، النهاردة إن شاء الله اليوم التاني في رمضان. كل سنة وانتو طيبين. بص، أنا كنت موصية على كنافة، عايزاها حتة واحدة. طبعا ما بلاقيش حتة واحدة يعني، بس هو يعني تقريبا. فبعمل إيه بقى؟ بمسكها قصها بالشبر كده، بس بظبطها بقى كده تمام، واقصها المقاس اللي انا عايزاه كده، بتاع كده ايدك كده خلاص. بروح فاتحاها كده شويه، شايفين كده؟ انا بشيل اللي هنا فاتحاها كده شويه خلاص. هقول لكم بقى هنعمل ايه. بصوا هنا الحشو، بحط عليه معلقه عسل نحل او شربات اللي عندك موجود انت. طبعا انا قبل رمضان بعمل شربات واشيله. هنا ممكن عسل نحل او شربات خلاص. بقلبه كده كويس، وايه، وشويه ميه كده. وبعد هنا ما اقطع كده اقسمها بالطول تمام. بجيب هنا شويه حشو، والحشو اللي عندك اي حشو سوداني، عليها احب شويه قرفه، بتبقى حلوه جدا. بس انا بعمل ازاي؟ انا بلفها وايدي بنقط كده ميه، لو عندك بخاخه رشي، انا ما عنديش. بلفها الفها 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 ايدي كده، بلبلها عشان تتلف حلو. اهي 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 تمام. بشيلها زي دول. ممكن دي بقى مش هدخلها الفرن، هعمل فيها ايه؟ هقليها. بصي انا بعملها ازاي، بقسمها النص كده اهي تمام، عشان هي مكعبلة كده، بظبطها خالص وبرش مية كده بسيطة خالص. بحط الحشو مرة تانية اهي، اهي بلفها تحشيها الحشو اللي هي عندك. بنقط ميه عشان اظبطها اكتر. دي تشيليها ممكن ليوم تاني تقليها. انا هقليها زي ما بقول لكم، مش هعملها في الفرن، هقليها بالسمنه. بدل ما احط سمنه كده بقليها بيها خلاص. بفرد دي، بغطتها كده حلو اهي وكده، عشان اللي يشوفها ماشي. نقط عشان تمشي معايا، والف والم الكعبله بتاعه الكنافه اهي. بضغط عليها كده جامد اهي تمام اهي خلاص. شوفوني بقى بعد كده اما اخلصها. اقول لكم الكنافه دي ما ينفعش تشيلوها في الفريزر، وهي جاي وانتوا شارينها، لازم تتجاب تتعمل يعني اعتبر طازة. ممكن تشيليها يوم ولا حاجة من تحت، تلفيها فوطة وتشيليها لو انت مش فاضية تعمليها كده خلاص اهي تمام. ممكن تشيليها، بس هنا الحشوة هنا ان شاء الله مش هيبان خالص. تشيليها في الدرج، في الادراج، الرفوف اللي تحت خلاص. حتى لو هي متكعبلة كده ممكن تظبطيها انتي برضه، ظبطيها خالص خالص بالمية، نقط مية بسيطة خلاص. بصوا انا بحط الحشو واعمل كده اهي كده
بلم بقى المكعب البر ورا في الجوانب واعملها واضغط عليها جامد واضغط عليها ونقطة مية كده خلاص تمام. خلصت كده هشيلها في التلاجة وقت ما اقلي اقليها بقى ما يجراش اي حاجة، بس اغلي فيها لبسيها كيس او اي حاجة وشيليها في التلاجة تمام. اوريها لكم بعد ما تخلص. هنا شكل الكنافة بقى بعد ما قليتها، ما قدرتش اصورها كان عندي عزومة وما قدرتش اصور، فهنا بص الجمال حلوة جدا طعمها حلو قوي، ممكن تحشيها اي حاجة مش مهم مكسرات بس، لا ممكن تحشريها الكريمة اي حاجة اللي انت بتحبيها وولادك بيحبوه. بصوا هنا الجمال، طبعا انا قليتها بالسمنة ومعلقة زيت، زيت نضيف عشان الطعم، وتطلعيها على الشربات على طول وتصفيها من الشربات. بصوا الجمال حلوة قوي قوي، طبعا مش قادرة اكسر لكم عشان انا اللي بصور بايديا، بس حبيت اوريها لكم واوريكم الطريقة ممكن تعمليها في اي وقت، بس هي اتاكل منها كتير قوي يعني بصراحة بنص كيلو قطع كتير جدا. اتمنى يعجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد، واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.